الهلال ومباشرة نسير إلى الصدارة، إلى المقدمة، إلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. من تأتي هنا في الصدارة والبداية اللي هي الشاهينية سيف بن عبيد بن غنام، من تأتي في المركز الأول وتنتقل هنا مع مقدمة هذا الشوط، وأيضا انطلاقها رائع وجميل. تأتي على صدارة على مقدمة هذا الشوط أو وزن عبد الله، هنا يأتي بن يعان، عبد الله بن يعان بن عبد الله المهيري من ياتي على المقدمه. مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، بينما اللي في المركز الثاني من وصلت في ثاني المراكز وتدخلت من الزاويه اليمنى هنا للمنافسه ايضا والفوز والانتصار، تدخلات رائعه وجميله من ثقه احمد بن عوض بن محمد بالكيل العامري، بينما نقلتنا مباشره الى المركز الثالث والوصول في ثالث المراكز طماع احمد بن محمد بن حمد العامري، ولكن دخول هنا من ايضا هذا الشعار بشاير محمد بن سعيد الخريباني النعيمي، وصل في هذه اللحظات ليقدم بشاير الخير وتغير من الرابع الى ثالث هنا الى المركز الثاني في هذه اللحظات. نقلتنا مباشره هنا الى المركز الخامس ليجد حامله رقم 25 اللي هي النصيبه علي بن يمعه بن علي بن ارحم الدرمكي يتواجد ليقدم النصيبه، ولكن دخول ايضا من ضيفتنا العزيزه القادمه من السلطنه تاتي هنا يباره عبد الله بن حارب بن عامر الدرعي، بدا يدخل هنا هذا الاسم على المركز السادس، وايضا ينتقل من مركز الى اخر وعينها على المركز الاول القادمه من ميدان السريه هناك ايضا بمحافظه الداخليه، ولكن هنا الدخول ايضا من الشعار القادم هو شعار عاشق المستحيل مع سهره منصور بن الشيبه بن علي السبوسي ياتي على المركز السابع، تدخلات رائعه وجميله، ولكن وصل ويقول للعمده يبغى لها مراقبه، غزوه بدات تغزي ايضا المراكز، مسهر بن علي بن مسهر الخيلي وصل هنا، وصل في هذه اللحظات ابو علي ليقدم ايضا غزوه، هذا الاسم ايضا خطير بالفعل، بينما الدخول من الاسم القادم وصلت في هذه اللحظات هملوله محمد بن سالم بن العود العامري احد الاسماء البارزه في عالم سباقات الهجن العربيه الاصيله، ولكن الاسم القادم من واقع الشعار من الجانب الاخر هي سمح محمد بن سيف سهيل بن كلثم الخيلي. هذه هي النتيجه والاسماء القويه والعملاقه، ديباجه قادمه الخميس بن سعيد بن ناصر الزرعي، هذا نداء اول مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام عشاق الاصاله عشاق التراث، اعود الى صداره، نعود الى مقدمة هذا الشوط مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، هناك يبارة على الصدارة على مقدمة هذا الشوط على هذا الانطلاق القوي التحدي المثير، عبد الله بن حارب الدرعي من يتواجد هناك، من ينطلق على مقدمة الشوط يقدم جبارة، عبد الله بن حارب بن عامر الدرعي نتمنى له التوفيق ايضا بهذا الشعار المتألق دائما وابدا في عالم سباقات الهجن العربية الاصيلة، انطلاق عاشقا لهذه الماركة ومنطلقا مع هذه السلالة، ولكن هنا شعار الخريباني مع كلام آخر يقدم هذه الانطلاقة مع أيضا بشاير محمد بن سعيد الخريباني النعيمي وثقة القادمة من الجانب الآخر لتأتي على المركز الثالث، هنا أيضا تدخلات من ثقة لأحمد بن عوض بن محمد بالكيل العامري تأتي على المركز الثالث، نقلتنا مباشرة إلى المركز الرابع ديباجة خميس بن سعيد بن ناصر الزرعي، وصل في هذه اللحظات وبدأ يغير من مركز إلى آخر، ولكن وصلت سهرة هنا، وصلت سهرة هنا تأتي بشعار منصور بن الشيبة بن علي السبوسي أيضا تأتي في هذه الانطلاقة على المركز الخامس وعينها على مقدمة الشوط، شعار جميل نجومية رائعة تألق في جميع المهرجانات، يتواجد بهذا الشعار وأيضا يأتي بهذه الكرة الحمراء التي بداخلها مليون ناموس، ولكن غزوة وصلت مع لوحة الألف والخمسمائة متر، مسفر بن علي الخيلي وصل بهذه اللحظات ليقدم غزوة هنا، بدأت تغزي المراكز المتقدمة هنا، شعار بن كلثم وصل بهذه اللحظات سمحة محمد بن سيف بن كلثم الخيلي، وهنا أول لدى للسرية أحمد بن فارس بن عفيره العامري، أعود إلى مقدمة الشوط، أعود إلى الصدارة، ما شاء الله ديباجة اسم عملاق وخطر غيرت الصدارة وانفرد
تحدث هناك بطول ايضا خمسه ايضا او فارق خمسه امتار او ثلاثه امتار بالفعل هنا مع الكيلومتر الاخير. تاتي في هذه اللحظات تندفع على الصداره على المركز الاول هنا ديباجا على الصداره على مقدمه هذا الشوط، ديباجا على مقدمه الشوط على المركز الاول. مسعود بن سعيد يتواجد هنا ليقدم هذا الاسم او خميس بن سعيد بن ناصر الزرعي على الصداره على المقدمه. عادت جباره على المركز الثاني، عادت جباره على المركز الثاني. عبد الله بن حارب بن عامر الدرعي بدا يتدخل، بدا ينطلق من مركز الى اخر، بدا يسير الى الصداره. يا سلام، وصلنا جوله الاوامر، وصلنا جوله الانطلاق الخطير، جوله الاندفاع الكبير. يا سلام على صداره على المقدمه على المركز الاول هنا. جبارة اللي غيرت الصدارة. عبد الله بن حارب بن عامر الدرعي ياتي على الصدارة، ضيفتنا العزيزة من السلطنة، الثنتين قادمات من السلطنة من مختلف ميادين السلطنة وولاياتها. هنا تاتي هنا جبارة، وهناك ايضا ديباجة. خميس بن سعيد بن ناصر الزرع، يا سلام القادمة. هناك السرية، احمد بن فارس بن عفير العامري وصل على المركز الثالث، ولكن جبارة هنا ايضا. تاتي هنا جبارة، إذن جبارة تأتي على صدارة. عبد الله بن حارب بن عامر الدرعي تهانينا والناموس. سلام يا السرية، سلام يا أدم هنا على هذا الفوز والانتصار. مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام، محافظة الداخلية تحتفل مع جبار والفوز والانتصار. بينما المركز الثاني هنا ديباجة خميس بن سعيد بن ناصر الزرعي، والمركز الثالث الوصول كان من حملة رقم 9 السرية أحمد بن فارس بن عفيرة العامري، والمركز الرابع دخول من ثقة أحمد بن عوض بن محمد بن كيل العامري، والمركز الخامس كانت غزوة مسر بن علي بن مسر الخيالي هي من وصلت المركز الخامس. هذه هي النتيجة وهذا هو التوقيت الزمني. مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام، 7 دقائق 43 ثانية، 7 أجزاء من الثانية. تهانينا لعبد الله بن حارب بن عامر الدرعي على الفوز والانتصار. بينما المركز الثاني كانت أيضا ديباجة لخميس بن سعيد بن ناصر الزرعي ب7 دقائق 44 ثانية و9 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. هذه 7 دقائق 44 ثانية و9 أجزاء من الثانية. شكرا للزميل أسامة الهواري على هذا الإبداع الرائع والجميل. شكرا يا أبو طلعت. 7 دقائق 46 ثانية، 5 من الأجزاء اللي هي كانت حملة رقم 9 السرية لأحمد بن فارس بن عفير العامري. هذه هي نتيجتنا للشوط الأول، الشوط أيضا الرئيسي الخاص بالإبكار المحليات الأصايل من خلال 17 شوطا. شاهدنا هنا يبارة هي من فازت لعبد الله بن حارب بن عامر الدرعي. تهانينا لأبو عامر على هذا الفوز والانتصار. أهدت أهالي السرية هنا أيضا الفوز والانتصار. شوط جديد لا يقل أهمية عن الشوط الماضي والذي خصص للإبكار المهجنات اللقاية من ال5 كيلومترات، هي مسافتنا المقررة. كما نذكر أيضا بانطلاقة الفترة المسائية والخاصة بهجن أصحاب السمو الشيوخ بمشيئة الله وتوفيقه، سوف تكون في تمام الساعة 2 بعد ظهر هذا اليوم، وأنتم مدعوون عبر قناة أبو